الجميع في هذه في 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 في, في الأحساء ينتظر هذا الموسم لتقديم ما عنده من منتجات جديدة. طبعا الحمد لله في هذه السنة اشتغلنا على 7 منتجات جديدة في المصنع لتواكب متطلبات السوق المحلي. السوق المحلي الآن يحتاج إلى متطلبات تمور بإخراج جيد، طبعا من هذه من مثل التغميسة. طبعا جميع المنتجات هذه دخلنا فيها الهوية الإحسائية بحيث صدرنا الهوية مع تمورنا أيضا. طبعا اسمه مستر طيار. مستر طيار شو الفكرة منه؟ فكرة منه إن كيف أنا أجذب الأشخاص أو أجذب الناس بإخراج يكون في نوع من الظرافة وتقديم التمور بشكل جيد.